في باريس افتتح اليوم رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فعاليات المعرض الدولي للفلاحة، والذي يشكل حدثا مرجعيا بفرنسا وأوروبا، وذلك بمشاركة 32 ألف مهني من مختلف جهات فرنسا ومن بلدان أخرى من ضمنها المغرب. وتقام هذه التظاهرة تحت شعار الفلاحة مغامرة جماعية. روبورتاج عبد الله دهنوش وتحرير لزهير الدوتي. الفلاحة مغامرة جماعية شعار النسخة 55 للمعرض الدولي للفلاحة في باريس، والتي افتتحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المغرب وللمرة السادسة على التوالي يشارك في هذا الحدث المهني بأزيد من 200 منتوج مجالي ذي قيمة تسويقية تنافسية في الأسواق الدولية. كنشاركوا ب 30 عارض اللي كتمثل واحد ما يزيد على 3100 فلاح منتج صغير، وخاصة المرأة القروية اللي كاين تقريبا 1180 مرأة اللي كتنتج هذه المنتوجات. هذه كنشاركوا بمنتوجات متنوعة، منها يعني زيوت الزيتون، زيوت الأرقان. بالنسبة للي جي بي، احنا من الأوائل اللي حصلنا على لي جي بي، وهذا باش نحمو المنتوج ديالنا سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. كل جهات المملكة ممثلة في المعرض، وذلك بتعطير من وكالة التنمية الفلاحية التي تسهر في إطار مخطط المغرب الأخضر على تنمية تسويق والنهوض بالمنتجات المجالية، منتجات مصدرها الفلاحون الصغار والتعاونيات الزراعية. جايين هنا باش نحضروا في هذا المعرض، باش كنا نجبروا اتفاقية شراكة مع بعض المقاولين باش نعودوا نصدروا كسكس اللي هو الكسكس الخماسي. المنتوجات المرمزة عندها واحد القيمة مضافة أخرى بالنسبة للمنتوجات الأخرى، لأن دابا تندخلوا لواحد المنافسة اللي قوية ديال التمر. معرض باريس للفلاحة الذي يستمر إلى غاية رابع مارس المقبل يحضره 32 ألف مهني، مع توقع حوالي 700 ألف زائر، أرقام مهمة لصالح توسيع علاقات أعمال وإجراء اتصالات مع مستوردين دوليين محتملين، والهدف تطوير صادرات المنتجات المجالية المغربية.